السلام عليكم، اهلا بيك في حلقه جديده. قبل ما ابدا حلقه النهارده انا حابب اشكر كل الناس اللي دعمتني في اخر فيديو، وهو فيديو انك ازاي تعمل صورتك زي صوره مروان بابلو في كليب كنترول. الحقيقه الفيديو ده جاب مشاهدات كتير قوي على التيك توك وعلى اليوتيوب وعلى الانستجرام وعلى الفيسبوك، فانا حابب اشكر كل واحد دعمني حتى لو بكلمه بسيطه، فدي حاجه فرحتني جدا. وبشكر كل الناس اللي بعتت لي واللي انا قدرت ان انا اعمل لها صورها، واللي انا لسه ما عملتلوش صورته ما يزعلش، انا والله عندي ضغط كتير قوي في الرسائل مش عشان حاجة خالص، انا هرد على كل الناس وهعمل صور زي الصور اللي انا عملتها قوي دي، وان شاء الله تكون الصور عجبتكم وان شاء الله اكون دايما بفيدكم. تعالوا نروح نشوف موضوع حلقتنا النهاردة، يلا بينا. في حلقة النهاردة هنحل مشكلة كبيرة قوي بتواجهنا واحنا بنعدل على الصور، وهي مشكلة الالوان. هعلمك ازاي تغير الالوان وهعلمك ازاي تعدل عليها، لكن خلينا نركز في نقطة معينة، ان احنا هنتعلم نغير الالوان مش هنتعلم ازاي نصحح الالوان. تصحيح الالوان ده موضوع لوحده هنبتدي ان احنا نشرحه في حلقة تانية ان شاء الله، فخلينا النهاردة نشرح ازاي نغير الالوان. فعشان تغير الالوان وكمان هتغيرها بالموبايل هتحتاج تستخدم برنامجين. البرنامجين دول بيقوموا بنفس المهمات. انا هبتدي اشرح لك البرنامجين والطريقة عليهم وانت تستخدم الطريقة المناسبة ليك. الصورة اللي هتتبهدل معانا النهاردة بمعنى الكلمة وهي الصورة دي. الصورة دي للممثل والمصارع جون سينا، هيبتدي ان هو ينزل فيلم تقريبا في شهر 7، فانا هسيب لك اسم الفيلم ده في اول كومنت عشان تبتدي انك انت تاخده سكرين شوت وتتفرج على الفيلم اول ما ينزل ان شاء الله. في الصورة دي هنبتدي ان احنا نستخدمها ونحول الالوان بتاعتها ونغيرها زي ما احنا عايزين. البرنامجين اللي هنستخدمهم هما برنامج لايت روم وبرنامج بيكس ارت. هنبتدي نستخدم لايت روم مرة وهنبتدي نستخدم بيكس ارت مرة. فتعالوا مع بعضينا كده نتعلم ازاي نغير الالوان وتغيرها بقى لو انت بتتصور بنفس الطقم كل مرة، وتغيرها مثلا لو انت عاوز تغير الوان لاي منتج عندك او عاوز تغير الوان اي حاجة تقدر تغيرها بالبرنامجين دول. فتعالوا نروح للشرح، يلا بينا. اول برنامج هنبتدي نشرح عليه هو برنامج لايت روم. كل الموضوع هنفتح البرنامج وبعد كده هنختار الصورة اللي احنا عاوزين نغير الالوان فيها. فزي ما قلنا هنشرح على الصورة دي، بعد كده بندور على حاجة تحت كده في البار اللي تحت ده على حاجة اسمها color. الكالر دي هنبتدي بعد ما نختارها بنختار حاجة اسمها ميكس. ميكس دي هتظهر لك كل الالوان اللي انت بتشوفها. بعد كده احنا هنا من عينينا شايفين ان في الوان في الصورة، فالالوان الموجودة في الصورة زي اللون الازرق واللون الاحمر اللي في الصورة، فنبتدي من هنا نختار نفس اللون اللي احنا عاوزين نغيره، وليكن اللون الاحمر هو اول لون، فنبتدي ان احنا نيجي من هنا من عند الهيو ونبتدي نغير في اللون زي ما احنا عاوزين. في الدرجات كلها بتاعته تبتدي تغير في اللون زي ما انت عاوز. بعد كده بعد ما بتغير اللون وتوصل للدرجة اللي انت عاوزها تبتدي توقف المؤشر بتاعها هنا، وتبتدي مثلا لو عاوز تقلل منه من الدرجات بتاعته تيجي تحت عند الساتوريشن وتبتدي يا اما تزود من الحدة بتاعته يا اما تقلل من الحدة بتاعته زي ما انت عاوز. تالت حاجة معانا تحت وهي ان احنا بنبتدي برضو نعدل على اللون، سواء عاوزين نغمقه شوية او نفتحه، كل ده موجود من التلات ادوات اللي معانا دول. تاني لون معانا هنا في الصورة وهو اللون الازرق، بتبتدي تختار اللون الازرق من هنا وتبتدي انك انت تغير فيه زي ما عملنا مع اللون الاحمر بالظبط، تبتدي انك انت تغير في الدرجة بتاعته وتعدل في الالوان، وليكن ان اللون ده هو اللي احنا عاوزينه، فتبتدي انك انت بتحفظ المكان اللي انت وقفت عنده وتثبت المؤشر عليه، وزي ما قلنا هنا بنقلل الحدة بتاعته او بنزودها زي ما احنا عاوزين، وتحت خالص بتقلل الدرجة بتاعته شوية او بتزودها بتفتحها زي ما انت عاوز، بس انا شايف ان هي عند الصفر هتبقى احسن. بعد ما بتخلص خالص الالوان الموجودة في الصورة كلها وبتغير الالوان اللي انت عاوزها بتبتدي تدوس على علامة done، وبكده الصورة بتبقى اتحفظت معاك بشكل طبيعي. كل اللي انت بتعمله انك انت بعد كده بتبتدي تدوس على العلامة اللي فوق دي وتبتدي تثبت الصورة عندك على الموبايل، بتعمل على كلمة سيف وبكده الصورة اتحفظت عندك في الموبايل. طيب نروح لتاني حاجة معانا وهي برنامج بيكس ارت. بيكس ارت الخطوات فيه اقل شوية ولكن برضو مش هيديك كل الالوان اللي انت عايزها، ولكن برضو هو فيه شوية مميزات، فخلينا نشوف ايه هي المميزات دي مع بعض.
بعد ما فتحنا البرنامج واخترنا الصورة بتاعتنا، بتبتدي انك انت تدور تحت على كلمة effects او رمز fx، بتدوس عليه وتبتدي تدور هنا على كلمة colors، وهي هتبقى اخر حاجة موجودة عندك في البار اللي تحت ده. بتبتدي تدوس عليها وتبتدي من الاختيارات هنا انك انت تختار color replace. بعد ما بتختارها بتبتدي تحدد على اللون اللي انت عاوز تغيره، وهو بيغيره لك بشكل تلقائي، وانت بتتحكم في الدرجة بتاعته من هنا من المؤشر ده. ماشي، ولكن هنا هو هنا غير لي مثلا لون الدم اللي هنا ده، هو في لون دم ازرق مفيش، فتبتدي انك انت تدوس على علامة الاستيكة اللي فوق دي وتبتدي تمسح اي حاجة انت مش عاوز يتطبق عليها الالوان عشان يطلع الموضوع معاك بشكل طبيعي، واي حاجة انت عاوز يتطبق عليها بتبتدي انك انت تدوس على القلم وتبتدي انك انت تحطها. بعد ما بتخلص درجة اللون دي بتبتدي انك انت تدوس على علامة الصح دي. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، اتمنى ان هي تكون عجبتكم، واتمنى ان انا اكون بفيدكم. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لي كومنت، لان ده بيفرق معايا جدا، وما تنساش تعمل لي لايك للفيديو ده. ولو بتتابعني من على اليوتيوب ما تنساش تعمل لي سبسكرايب للقناة، ولو بتتابعني من على الفيسبوك ما تنساش تعمل لي فولو. كان معاك يحيى الشافعي، والسلام عليكم ورحمة الله.